جادو جاد جاد صباح الخير اياد ايادو يلا يا اخوان على المدرسة اول يوم دوام من بعد سنتين غياب ايش معلم طمني عنك لو سمحت يا قلبي اياد اخوها اياد هيروح عليك الباص فيش باص انا حوصلك بس يعني قوم في اشي حيروح عليك يعني في دوام خوخة دوام اشتقت للمدرسة يلا قوم صباح الخير يلا متحمسين حلو واضح الحماس يلا معلم يلا تفضل صباح الخير سلام السلام عليكم كيف حالكم شو اخباركم ورجعنا لكم فيديو جديد وفلوج جديد اليوم يا اخوان الفلوج انا كتير متحمس اكثر من جادو اياد وجنى اليوم اول يوم دوام مدرسي لجادو اياد وجنى بعد انقطاع سنتين اونلاين تخيلوا او سنة ونص تقريبا حتى اكثر هلا رجعنا مدرسة خلاص رسمي يا سلام شعور خرافي هلا راح اروح انا اوصله طبعا تخيلوا يا اخوان انه انا ما نمت يعني ما بعرف ليش يمكن عشان متحمس هيك حاب اشوفهم هيك زي كبروا خلال السنتين لانهم كبروا تغيروا فانا ما نمت طول الليل هيك عشان اطلع اوصلهم بعدين بابا اصلا لا متاخر فما في حد غير يوصل يا انا يا بابا فبابا تعبان فانا راح اروح اوصلهم على المدرسه جاهزه يلا اشوف شوف سنانك اعمل شيء يا عيني عليك ايش معلم شو الوضع؟ متحمس؟ شوف 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 هي ما شاء الله اليوم حيعطوها شعار المدرسة تبعها انت ليش لابس جاكيت حجي؟ الدنيا صيف مخربط انت انا بردان اوكي هيك ماشي فهم الموضوع غلط لان شو لبس الرياضة؟ احنا الله وكيلك كان كل مدرسة مدرستي كان لبس الرياضة ولبس المدرسة ولبس كله زي بعض نفسه هو واحد فيش غيره متحمسين لأول يوم؟ حصان المشكلة مرات في ناس عادي ما حتى لو ما في حصص رياضة بلبسوا عادي المدرسة بسمح والله مدرستكم محترمة جد محترمة بيعطوهم وجبتين فطور وغدا بيعطوكم وجبتين مدرسة يعني من هاي واحدة بالنسبة نفس الشيء احنا كثير نفس الشيء خمس دقائق طبعا ماما يا اخوان عم تعمل سندوتشات لجادو اياد هلا معنا وقت نفطر كورن فليكس بدنا هلا اسرع شيء هلا ضروري هلا مرتدل ولا انا كمان حاضر لو سمحتوا انا بدي سندويشه هلا لانه حوصلكم انا راح اصير كل يوم حد عمل لي فطور معاكم والا ترى ما بوصلكم على المدرسه لا عادي هسه بنخلص ايوه هذا اللي هيك السندويشه مش المفروض انا اول واحد اخذ سندويشه رقم واحد انا اخوك الكبير رقم اثنين حوصلك على المدرسه صح بس رقم ثلاث انت ما حتروح على المدرسه بس حتوصلينا بدك بس اللي بروح على المدرسه طب خلاص انا باكل لبن ويونيو طب انا بدي لبن ويونيو سكيورتي وصراحة بعد ما شفت هيك كيف بيجهزوا للمدرسة والكتب والهذا صراحة تذكرت أيام المدرسة وهيك حسيت إنه برضو ما يعني مش خليني هلأ يعني ألطف مش هرجع لأيام المدرسة مع حالي مع الناس في عندك هون 7 مليون واحد بيشوفوك يمكن هلأ حط إجرة إجرة قول يلا شيل إجرك قول سبورتك وين؟ صرنا على المدرسة حبيبي يلا
أو ما وين داون. كيف اختار واحد؟ طبعا بكون أنا ريح لي أصلا عشان بدي أنام. خلص أوكي يلا. خلص يلا لازم نطلع على المدرسة. طبعا عسان والله وين ثاني ما حد حكى لك ما تنام لازم غير ثاني. طب روح تاكسي. ما حد حكى لك تنام تأخر امبارح. طيب يلا تضرب يلا ما لنا دخل. حاخذكم سيارتي على المدرسة. ايه حيزلها امبارح ذليت انا مع ماما وجبالها. يلا تفضل. يلا شو شنطه هاي؟ على فكره انا كنت احط 1000 كتاب بالشنطه. ليش مش حاط ولا شيء انت بالشنطه؟ ماما احنا لا مدللين فيش تروح المدرسه. يلا لانه في لا لانه فيش مدرسه. لا لانه في كتب في المدرسه خاصين. احمد احمد في دفاتر مدرسه خاصه في المدرسه. احنا مدرستنا لها دفاتر خاصه بيعطونا اياها لحد ما احنا امبارح طول اليوم نشتري دفاتر لإلي. هاي كانت تجاريه كثير. مش حاول شتت مدرسه. هاي كانت تجاريه كثير طويلة. صح اول يوم مدرسه بس رح يتعاقبوا. ليه؟ احذر ليش؟ طلع فيهم واحذر ليش؟ لابسين بوت احمر؟ لابسين بوت احمر. ليه ممنوع؟ طبعا. ليش اذا ايش هلبس؟ كنت على المدرسه حافين مع اللي برا. ايش؟ انت ليش بدك ما بعرف نسيت اجيب لكم بوت اسود. الكمبوت اسود يا اطفال انا حوصل ارجع انام. اوكي درس المدرسه لسه مطولين. انت اي صف هلا خامس؟ ماما اخذ جاكيت ولا لا؟ عشان ما حكيت لكم كيف برد. ماما انت اي صف؟ ثامن. ما لي 5 سنين وانت اي صف؟ خامس. 8 سنين. يلا ماما ليش؟ ان شاء الله اولادي بدرسوا معكم نفس المدرسه. يلا تفضل تفضل. يلا بدك جاكيت وتجيبي من الاوضه. نعم. كيف والله سيارتي؟ مبسوطين؟ اه حاخذكم فيها على المدرسة. ها اوكي. يلا صباح الخير. تفضلوا. بسم الله بسم الله. اول يوم دوام. الله يستر الله يسر يا رب. بسم الله. هاي هاي. اوكي اخوان احنا في الطريق للمدرسة. اول يوم دوام رايحين سيارتي. وانتوا لسه رايحين مدرسه قدام مشوارك مطول. جانا بايلها لسه 5 سنين جديات 8 سنين. الله يعينكم. المشوار لسه صعب وطويل وراح تدرسوا كثير. ولسه في جامعه كمان. فكيف 8 سنين 4 سنين جامعه لسه في 12 سنه يعني. يا حكي ادخل طب وادرس 12 سنه. حلو كثير. مين حكاك؟ لا تستعمل لك يرسف الكرايم. مع السلامة. إلى المدرسة. أوكي كالعادة زحمة المدارس رجعت والوضع طبيعي. مدرستي جانا دائما زحمة. من أيام كنت أنا بالمدرسة. ترى هو مدارس بشارع واحد أو أربعة. من أيام كنت أنا بالمدرسة وهاي المنطقة زحمة. مدرسة جنا. أوكي عشان بشكر عشان تدرسي حضرة جنابك. أنا اللي حليفة درس. هاي مدخل المدرسة. جنى شو شعورك؟ شو شعورك؟ ايش زمان؟ زمان اخوان ايام ايش؟ قول زمان كنت انا بالمدرسة كنا نيجي على طول نزل جنى هون. المهم تفضلي خدي شنطتك. وين؟ دير بالك حبيبتي. تمام. شوفي اول اشي تلتزمي بالصف. ثاني اشي بس اروح تروحي معي. تمام. توكل على الله. يلا. يا قلبي يا جنو. جنو الآن منطقة المدرسة. والآن دور جاد وإياد. جاد إياد تفضلوا. شو كيف حماسكم للمدرسة؟ كثير. مبين واضح. هلا حتروح تناموا بالصف أنا عارف. بتعرف إنه أنا عمري بحياتي ما نمت بالصف غير يمكن غير يمكن بس آخر 4-5 سنين بالمدرسة كنت يعني شوي أنام. اوكي بعد زحمة جاد جنى بعد زحمة مدرسة جنى هلا في زحمة مدرسة جاد وإياد. بس شو مشكلتها؟ يعني كيف اشرح لكم؟ كثير بعيد الزحمة. احنا مدرسة يعني حرفيا احنا يمكن هلا بدنا من هلا يعني الطريق بالوضع الطبيعي بتاخذ 3 دقائق هلا حتاخذ ربع ساعة معنا كله عشان اوصلكم على المدرسة. ها بس عشان تعرف. اوكي خلينا نوصل لمدرسة جاد وإياد بس عشانهم لسه صغار. لا 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 بس هم حكوا لي انه لازم افوت معهم عشان اعرف وين اي صف هم. يب. عشان تاخذ الاوراق. عشان اخذ الاوراق. ايه نسينا الفحص. تعالوا تعالوا. نسينا الفحص. اشوف الباجة. اوه اشوف الباجة. The first break before 8 and the second break 10:30. ما شاء الله. تعال اياد وين رايح؟
طب ودعني احكي لي اخوك اللي وصلك على المدرسة احكي له باي اشي. على فكرة حشوفك برا. انتوا هلا اي كلاس؟ 5B. تمام. اه زي انا كنت 12-2. يلا باي. ديروا بالكم ولا تغلبوا. وانت؟ جاي مقداد فامي. اخو انت؟ والله اذا سمعت انكم غلبتوا المس او الاستاذ ما حعمل شيء. يلا لا خليكم شاطرين ما تغلبوا. وبدي اياكم تكونوا متفوقين ولو ما كنتوا متفوقين زي اخوكم عصومي. مبين. اوكي اخوان هذول عشان انا اللي حيستلمهم ففي لجاد وفي الاياد وهذول لهم شوف اشوف. جاد مقداد. اياد مقداد يلا. يلا بالتوفيق. ديروا بالكم باي. اوكي اخوان الحمد لله خلصنا مهمة التوصيل على خير. المفروض انه انا ما نمت مواصل طول الوقت والمفروض انه انا هلا اكون نعسان بس المشكله اني انا هلا مش نعسان فلذلك راح اشوف اقرب مطعم فاتح اروح اجيب فطور الي ولا ماما ولا بابا اذا كانوا صاحيين طبعا. فهلا راح نشوف ان شاء الله يكون في مطعم فاتح قريب لانه الدنيا كثير زحمه فمش هروح مطعم بعيد. وان شاء الله يكونوا ماما وبابا صاحيين لانه اذا ما كانوا صاحيين راح افطر انا وسند مش مشكله يعني. ما شاء الله. هلا والله بس حبيت يعني اغديكم واجيب شويه اغراض عشان بمناسبه اول يوم مدرسه. اي نعم. والطالبه المتابعه ايش في طلع وجهه احمر بدها تنام نايمه على سرير جن. يلا على طول فيش غدا. يلا على سرير اكلت مش غدا بالسياره ونام. خلصنا نص البطاطا والله صح. وانا كيف على شيء دوامه يومين بالاسبوع الحمد لله او ثلاث ايام. كيف كان اول يوم دوام؟ والله شوف هو مر على السرير اوكي بس انا جمدت بالصبر مش مكيفين. وردك خدي جاكيت بارد بارد يدي وردك. طب صحباتك تعرفتي عليهم ولا كيف؟ لا لا لقيت ثلاث بنات بعرفهم. ها طيب من قبل يعني من قبل بس الباقيين ما بعرفهم. هاي الشاب ماخذ معه حرام عشان بكره دائما بالشغل. صباح الخير معلم جات كان نايم. يلا اعطيت لكم بالغداء ما شاء الله بطاطا بطاطا بسم الله. جعان. صحتين خوخ. صحتين خوختي عالبك وات شو ما شاء الله. هجم عليها الشباب مشتاقين جدا. وانا مشتاق. انت مشتاق؟ شو؟ مشتاق محمد. صح ولا؟ هل تعلم انه انا بستمتع؟ بستمتع انا لما بروح اجيب اخوانك من المدرسه. جد؟ بتحكي مع ابو فارس طول الوقت. لا لا بشكل عام يعني. بشكل عام ليش؟ في ثلج ولا ما في؟ حاط ثلج عشان يبرد. حاط ثلج ايوه. هو ثلج لانه بسمع قصصهم واحداثهم وش صار معهم بالمدرسه وهيك. فحلو التواصل معهم. صحيح. بتوجه انت وبتزف هون وبتفهم هون وبتنصح. بحب بابا. كيف؟ هذا انه جيت اخذته المدرسه. لا عشان جايب له غدا على فكره. والله. يعني بابا بدل ما نحكي عن الدراسه قاعدين نحكي عن البقيات بالطريق. يا سلام عشان في مخيم كمان يعني شوي قرب هيك. قرب. متحمسين. فجانا حكيت على المدرسه 3 دقائق وعلى البقيات 4 ساعات. 4 ساعات. حلو كثير. تعرف على ايش متحمس بالمخيم؟ انه حجمع حجر عشان اشوف اذا في حجر نادر في الصحراء. كثير صحه وانا وعلى الاكل. يلا يلا.